نتواصل أكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان في انتظاركم العديد من الفقرات المتنوعة، لكن دعونا نشاهد هذا التقرير تحديدا عن منطقة حلف الجديدة، مدينة التمازج والاحتكاك. نشاهد. مدينة حلف الجديدة من المدن السودانية التي أنشئت حديثا، وكان ذلك في منتصف ستينيات القرن الماضي. شيدت المدينة والقرى الملحقة بها كبديل لمدينة حلف القديمة التي قمرت بعض أراضيها مياه خزان السد العالي إبان حكم الرئيس الراحل إبراهيم عبود. تمت عملية استقرار سكان حلف الجديدة بعد اكتمال المشروع الزراعي الذي قدرت مساحته أثناء فترة التهجير ب 350 ألف فدان، ويروى المشروع من بحيرة خزان خشم القربة والتي أنشئت خصيصا له، وتقع البحيرة على بعد 45 كيلومترا من منطقة المشروع. أفادت مدينة حلف الجديدة والقرى بتخطيط حديث لم يكن موجودا في غيرها من مدن السودان في منطقة كانت كل مقومات الحياة فيها منعدمة. الكثيرون يرون أن الهجرة التي كانت على مضض لم تحقق الآمال والطموحات التي كانوا ينتظرونها. مفارقة الإنسان للبيئة والمنطقة التي ولد وترعرع وعاش فيها أمرا ليس بالسهل، خاصة إذا تعلق الأمر بهجرة دائمة لا ريعة فيها، كما هو الحال بالنسبة للحلفاويين والذين يقولون إن الهجرة التي يراها الآخرون مناسبة فرح يرونها هم آتمة لا زالت مستمرة. ومهما تكون الهجرة وبالرغم من قساوتها فإنها أتاحت للحلفاويين فرصة التمازج والاحتكاك بقبائل من شرق وجنوب وغرب السودان ومن القبائل العربية بالمنطقة، فحصل التزاوج وامتدت العلاقات بين الجميع في تعايش لم يكن يحصل ما لم تكن تلك الهجرة. كانت مدينة حلف الجديدة في بدايتها محصورة في أحياء بعينها، ولم يتجاوز سكانها 13,000 نسمة. وبتوسع السكن في المدينة وزيادة أحيائها واستمرار الاستقرار حول المشروع، زادت الأعباء على الخدمات التي تقدم للمواطن، بحيث لم تتم أي إضافة لخدمات المدينة، مما أثر سلبا على السكان والمهجرين على وجه الخصوص